أولى محطاتنا الصباحية رح نحكي فيها يمكن مع هم كتير كبير بيكون عند كل العائلات مع بداية كل صيف. تبلش الإجازة الصيفية، ببلشوا الأطفال بكتير من الألعاب. للأسف بهذا الوقت إلى كتير علاقة بالسوشيال ميديا، إلى علاقة بالكمبيوترات، إلى علاقة بمهارات بعيدة شوية عن الاجتماعية أو عن التلاقي مثل ما بنقول بين الأطفال كتير من سنهم، وهذا الشيء بيعذب أكتر يمكن الأهل. فرح لما بده يبلش عام دراسي تاني انه كيف بدنا نرجع نضبطهم، كيف بدنا نرجع على الوقت الفئه بالاعمار الصغيره كثير تماما سنة. انه بيضلوا بيصيروا بيتعودوا بالصيف على السهر وعلى القعده، كيف بدنا نرجعهم مره ثانيه. رح نحكي اكيد اليوم مع ضيفنا استاذ محمود خالدي، هو اختصاصي بحمايه الاطفال وايضا الصحه النفسيه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير استاذ محمود، يعطيك العافيه. اليوم عم نحكي قد ايه هذا الموضوع بتشوفه شائع وكثير الاسئله عليه، انه نحن عندنا عطله صيفيه، هلا ما بندرس، ما بنقرب على اي انشطه، هو الوقت الحر للطالب لحتى يرتاح من يمكن شهور الدراسه والانضباط. خلينا نحكي عن هي الفكره، صح او غلط قبل ما نفوت بالتفاصيل؟ صحيح. اول شيء يسعد صباحكم. هلا هي هو هذا امر طبيعي على فكره. طبعا. يعني انه الاطفال بيكونوا هن مارقين بعام دراسي طويل خلينا نسميه، فهو بيكون ناطر العطلة الصيفية ليطلع ليفرغ هاي الطاقة، عنده طاقة من بده يلعب، بده يحرك، بده يعمل أنشطة، فهذا الشيء طبيعي. تمام. ولكن إدارة هذا الوقت هو اللي دائما معظم العائلات اللي بتعاني منه. كيف نحن بدنا نستغل هذا الوقت لأولادنا بنفس الوقت يلعبوا وبنفس الوقت ما يكونوا عم يستفيدوا أو ما يكونوا عم ينضروا بهذا الوقت اللي هن ممكن يقضوا. طيب حضرتك حكيت شيء كتير مهم اليوم، ويمكن نحن حتى الكبار أحيانا بيجهلوا يعملوه بالشكل المناسب اللي هو بيناسبهم، اللي هو إدارة الوقت. طيب إذا العيلة عم تطلع مشوار لوقت طويل أو عم بتسافر، فبالتالي إجباري الأولاد بدهم يكونوا معاها. صح. ومو بكل مكان رح تقدر تسجل أولادك ب مثلا نادي او خليني اقول شيء من الدورات اللي عم يعملوا دورات تدريبيه. شو الانشطه التفاعليه اللي بيقدروا يعملوها الاهل باي مكان مع اولادهم باجازه الصيف، سواء كانوا بمصيف بالضيعه باي مكان، بحيث يديروا وقت اطفالهم بالاجازات 100%. انا اليوم نحن كمان كثير ضروري نضوي على جانب كثير مهم، انه مو كل الاهالي بعيدا عن السفر او غير السفر، بعيدا عن يعني عن الحاله الطبيعيه، اليوم مو كل الاهالي بتقدر تسجل اولادهم بمدارس صيفيه او دورات صيفيه. فنحن بدنا نحكي عن هدول الشقين، شق الاهالي اللي قادر يسجل اولاده بشو يسجلهم، والشق اللي هو ما هو قادر يسجل اولاده. خلينا نقول على الشق العام، خلينا نقول انه ما اللي ما بيقدروا يسجلوا اولادهم. نحن اليوم بفتره الصيف نحن ما لازم نرجع نعيد لهم الانشطه التعليميه، لانه هو بيكون خلص ما بده يشوف الكتاب، انا لا تقربوا ناحي ما بدي اشوفه يعني. فنحن اليوم لازم نشتغل على انشطه تصقل شخصيه هاي الاطفال ونحافظ بنفس الوقت على 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 تواجدهم معنا. كيف فينا نحن نعمل هذا الموضوع؟ نحن اليوم فينا نشاركهم بالاعمال المنزليه. على سبيل المثال اليوم انا في عندي ابني بحب اكله كويس، فانا فيني يجيبه معي ليحضر كيف تنعمل هي الاكله، وبياكله بعد وبياكله تماما يعني وبياكله، لانه هو عم بيساهم باكله. انت ما بتحب هي الاكله؟ طب كويس كثير منيح، تعال ساعدني وشوف كيف عم تنعمل هي الاكله وساهم فيها. هي على سبيل المثال انه نحن بيشاركوا بالطبخ، بتعليم الطبخ. هو ما عم يتعلم الطبخ لا ابدا، ان كانت بنت ولا صبي لا، بس هو عم بيساهم بالاكل اللي هو بيحبه. اليوم فينا نحن نوكل له مهام منزلية. يعني اليوم انت اليوم بدك تساعدني بتنظيف البيت، اليوم بدنا نطلع على الجنينة بدنا ننظف الزرع ونقصقص الشجر على سبيل المثال. انا ببلش كثير ممتع على فكرة هذا الشيء بالنسبة للطفل، رائع بيكون تماما، لانه هو عم بيساهم. اليوم هو حاس حاله هو فرد كثير اساسي له حضوره بالمنزل، وهو عم بيساهم لما عم بيشوفك انت، عم بيشوف ابوه ولا امه ولا اخواته الكبار انه هن عم ينظفوا ولا عم يسقي الزريعة ولا عم بينظف البيت ولا عم ينظف خزانة او عم يرتب خزانته من أول وجديد، فهو صار عم يتحمل المسؤولية على سبيل المثال. هي 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 تجربة مثلا. في عندنا تجربة تانية كتير مهمة اللي هي تجميع الصور على سبيل المثال. اليوم في عندنا مجلات الأطفال موجودة، فيها رسومات الحيوانات، فيها رسومات أشجار و إلى آخره. أنا فيني اليوم أقول له أصقص هاي الصور كويس. يا سيدي، كونه أنه مثلا ممكن يكون بهاي الفترة كل الأطفال بتحب الموبايلات، بقول له انا اصقص هاي الصور وجمع لي معلومات من النت على هاي الصور على هذا الحيوان.
يعني نحن انا ما عم بعدك عن الموبايل بس عم بخليك تستخدمه بطريقه صحيحه. يعني اليوم حتى القراءه اليوم هو مبعد عن القراءه ما نو قدران يشوف الكتاب ابدا يعني، ولكن انا بدي اخليه يقرا الشغله اللي بتستهويه كويس. هو مولع مثلا بالرياضه، ممكن جيب له كتاب عن الرياضه، ممكن طلع له مقاله عن الرياضه، تعال خلينا نقراها. شوف مثلا انت مين بتحب مثلا؟ كريستيانو رونالدو، تعال لنقرا عنه وين من وين هو وين انولد وشو بيعمل وشو بيسوي كويس. هلا انا عم خليه يتعود على القراءه كويس، بس بالشيء اللي هو بيحبه كويس. في كتير تفاصيل مثلا من اليوم في شغلات هي قديمه، ولكن نحن اذا بنرجع لها بتعمل كتير شغل مهم، مثل صناعه الالعاب القماشيه. اليوم نحن في عندنا البسه بتتخزى، جراب، اي شيء ممكن انا خليه اصقصهم تمام، يشكلهم يعملهم العاب. هاي الالعاب ممكن بعدين انت ترجع تعلمه فيها بمرحله متقدمه على المسرح التفاعلي ومسرح الدمى، والدمى كيف ممكن تكون، يعني انت مرحله ورا مرحله ممكن تخلي هذا الطفل يقطع وقته صح، بس بنفس الوقت بشيء مفيد ممكن يوسع له مدركاته. تمام. يعني اليوم انا لما بخليه يجمع الصور، هو عم يكتشف شغلات العلاقه بالبيئه، شغلات العلاقه بكثير تفاصيل هو ما كان بيعرفها، انت عم تخليه يجيب الصورة ويدور عليها بالإنترنت. هلا محمود الكلام كتير حلو هاد. نحن لما بنشوف طفل يمكن عنده درجة وعي معينة أو بعمر معين هو قادر يحدد اهتماماته، يحدد شو بيحب، ونحن نعرف شو بيحب. لكن في أعمار صغيرة أول شيء في منهم يمكن بيعانوا من فرط نشاط، كثرة الحركة، هذول الأطفال ما بيعرفوا شو اهتماماتهم أو شو بيحبوا بالتفصيل، ونحن ما بنقدر نكتشف هذا الشيء بسهولة. كيف نحن بنقدر لو بشكل بسيط نعرف ابننا شو بيحب ونشغله كل الوقت؟ لأنه طفل يمكن فرط النشاط محمود يمكن ما كتير بيعرف يعبر عن مشاعره أو اهتماماته، وحتى ما بيقدر بيعاني من الملل، كل شغلة خمس دقائق خلص ملينا. هلا مثل ما تفضلتي اليوم كمان الفئة العمرية هي بتلعب دور. اليوم الطفل الصغير اللي هو أصلا ما بيعرف شو اهتماماته لسه، ما يعني ما وعي عليها، فهو غالبا شو بيهتم بأي ألعاب. أنا اللي بدي أجيب له الألعاب اليوم، أنا اللي بدي أجيب له الألعاب، ولكن الألعاب اللي ممكن تفيده واللي ممكن هي تناسب عمره. اليوم نحن بالأطفال اللي هي ألعاب المكعبات، اللي نحن كتير بعدنا عن هاي الألعاب، أو مثلا البازل اللي هو ممكن يركبه، أو الصلصال اللعب بالصلصال، أو المعجون كويس. المعجون، لعب المعجون نحن هذا بعدنا عنه كتير يعني، ولكن هو أمر كتير مهم، لأنه هاي الأشكال هو بصير عم ينشئ أشكال من مخيلته، وهو رح يشرح لك عن هاي الأشكال. هو ممكن يكون شايف صورة أو شايف شكل وهو عم بيحاول يعمل مثله. من تمام؟ أجمل الألعاب اللي كنا نلعبها نحن وصغار معجون، وكنا يعني نحب إنه كل واحد يتنافس مع رفقاته إنه أنا شو عملت، شو سويت، شو كذا. يعني أنا بذكر والدي الله يرحمه هو مهندس، فكان يساعدنا إنه كيف نعمل تشكيل. نفس الشيء أختي الكبيرة فنانة من زمان، فكمان كانت إلها لمسات، فأنا أطلع إنه وقت ترسم أو وقت تعمل شيء إنه أنا بدي أعمل مثلهم، بدي ساوي مثلهم بالبيت. فهي نوعية الألعاب نفسها يعني هلأ للأسف عم نشوفهم عم يتجهوا للحرب الإلكترونية على يعني بتلاقي ولد هالقد قدو بيقول لك أنا فتت خلصت اللعبة، قتلت مدري كم واحد، احتليت هاي المدينة، ساويت هاي العبارات اللي صاروا عم يتعودوا عليها بهذا الوقت. هذا خطأ الأهل اليوم. بتلاقي في منهم أنه برافو يعني علمني أنا ما عم بعرف فبتقلب الآية، بدل ما هو يصير قدوة له صار بدنا نشوف الأهل. اليوم الصورة اللي بيشوفها هو شايف أهله، إن كان أبوه ولا والدته ولا مين، ما كان ماسك الموبايل طول الوقت وقاعد تمام، فهو بالنهاية صار في عنده. وحتى لما صرت أنا الأم أو الأب بده يخلص منه، عنده سهرة ولا قاعد عم يتفرج على برنامج، ولا الأم عم تطبخ، فخذ الموبايل مشان يسكت. وهاي هي بالمقابل، بدل ما تعطيه الموبايل اوكي اعطيه ورقه يرسم عليها، اعطيه معجونه يلعب فيها، اعطيه بزل خليه يجمعه كويس. هون بقى هاي هي طريقه اداره الاهل لوقت اولادهم، بس بالطريقه الصحيحه. خلص، لانك انت شو بتعوده الولد الصغير، هو شو بتعوده بيتعلم. ما في موبايل خالص، قد ما بكي قد ما نق ما في، صح خلص، اول مره ما في، ثاني مره بيبكي، ثاني مره ما في، خلص بيتعود. ما في مجال انه هو بده يتاقلم على هذا الموضوع. كثير ضروري اليوم الاهل كمان كذلك الامر يطلعوا ياخذوا الاطفال على الحدائق ليلعبوا مع اقرانهم،
اللي هن من عمرهم ان كانوا بيعرفون ولا لا، بس قدام اعيننا تواصل كمان، لانه هاي يعني حاله الطبيعه، اللعب بالطبيعه هو تعرض للشمس ولا ان كان وقع، هي عباره عن مناعه للجسم يعني هي حركه مناعه للجسم. هذا النوع يعني بيخليه يندمج مع اقرانه، بيلعب معهم، بيشوفهم، بيشوف هو شو في عندهم، يعني هاي حاله من الاختلاط هي امر كثير ضروري. نحن بلشنا نبتعد عنها، انه انا بدي اخذه باخذه على المول، يا اما ما باخذه يا اما بقعده بجيب له افلام. كثير امر ضروري انك انت تطلع تاخذه يطلع يلعب برا، يوقع وينجرح ويتعرض للشمس ويعرق ويتوسخ، هذا امر كثير ضروري، لانه هاي هي اللي بتكسبه مناعه. نحن كثير حاولنا، يعني كثير عم نشوف انه الاهالي عم يبتعدوا عن هذا الجانب. يعني طيب هلا محمود، اذا بدنا نرجع شوي للشيء اللي حكيناه بالبدايه، انه يمكن حق الاولاد الطبيعي انه هن الصيف يكون وقت للراحه، وقت لحتى يناموا اكثر يمكن ويلعبوا اكثر، لكن الابتعاد كليا عن النظام، هذا الشيء اللي بنشوفه بكثره بالفتره الاخيره، قد ايه هو شيء غلط؟ يعني نحن بنقدر الولد يلعب وينبسط ويمارس كثير العاب وترفيه، لكن بنفس الوقت يتعود انه بالحياه بكل صور وبكل الايام في نظام معين. تمام، هو نحن اليوم انا لما بدي اياه يلعب، انا حتى اللعب بدي انظم له اياه. تمام، لانه انت يعني لما بيشوف كل الوقت لعب وبيشوف كل الوقت ما فيه اهتمام فهو خلص. طبعا. يعني هو فجاه كان عم ينام الساعه 8 9 المساء، بيكتب وظايفه، بيحفظ دروسه، بينام 9 المساء، فجاه خلص العام الدراسي كويس، صار يسهر ل 11 الساعه 12. تمام. كويس، فانا لازم اليوم، لا انا ما غير له هذا النظام، انا بخليه يلعب. اصلا هو غالبا يعني كثر اللعب لازم ينام يعني كويس، ولكن اوقات عم بيشوف اهله ورفقاته، رفقات اهله سهرانين وعم يلعبوا، فهو بصير بس بده يقعد معهم او يسهر. فلا، انت لازم تبقى مخليه ضمن هذا النظام، انه انت لعبت اليوم، نحن عملنا شو انجزنا، انا بجيبه باخر النهار، شو انجزنا اليوم، شو حبيت اليوم مثلا الطبخه اللي عملناها، حبيت اليوم نحن اشتغلنا بالارض، حبيت الرسمه، حبيت المشوار اللي طلعناه، بس بنهايه هذا النهار لازم انا اقول له انه خلص صار وقت النوم مشان ما يتغير عليك هذا النظام، انا بحدد له اوقات اللعب واوقات النوم بحيث انه ما تتغير عليه، يعرف انه لسه في نظام، حتى لو في لعب بس باللعب في نظام. أكيد. كمان ببداية حديثك حكيت أنه نحن اليوم رح نحكي عن شقين، الشق اللي هو بيخص الأهالي اللي بدها تعمل أنشطة مع أولادها بالبيت، أو هي ما عندها قدرة تحطهم بين فيه، أو شو ممكن نساوي، وبدنا نحكي كمان عن الشق الآخر اللي هو إذا بدنا نسجل أولادنا بنوادي كيف بنقدر نقسمهم حسب الأعمار، حسب شو ممكن يستفيدوا صبيان بنات. ونفس الوقت في أهالي بيعانوا أنه أنا بدي سجل ابني بنشاط هو ما بده، يعني أنا بدي أبعته على السباحة ما بده يسبح، بدي أبعته يتعلم مهارة أو شيء معين نمي له وقته وخليه يكون اجتماعي هو ما بده، بده يضل قاعد بالبيت على الموبايل. فهدول كيف ممكن تقنعهم؟ هلا هو أمر مهم، أمر مهم للأمانة، يعني من هن صغار إن كان بيعرف هو هواياته فأمر كتير مهم أني أنا أدعم له إياها، وإذا ما كان بيعرف هواياته ضروري جدا أني أنا ضويله عليها. يعني أنا اليوم فيني أنا أحكي له، يعني أنا اليوم هو ما بيحب مثلا، فيني ضويله على أهمية السباحة، أنه السباحة بتعمل لك بنية جسمانية قوية كتير، وبتطلع وبتنظم لك نفسك، وبتصير كتير مهم وكتير فيها نشاط وحيوية. هلأ حبة فهو امر كثير مهم، لانه السباحه هي من اهم الرياضات الحركيه على مستوى العالم، يعني على مستوى الرياضات هي اكثر رياضه بتحرك كل عضلات الجسم. فهو انا لما ضويله عليها بجانب ايجابي وحمسه عليها، وانا انزل قدامه، يعني انا اذا بدي ابني ينزل يسبح فانا فيني انا اخذه على المسبح وانا انزل قدامه، شوف قديش حلوه كويس. اما انت انا بمسكه وبجيبه وهو خايف من المي اصلا وما بيعرف المدرب ما بيعرف الولد، بدي امسكه زدته بدي اخاف. اما لما انا اخذه من ايده وانا انزل انا وياه على المسبح وانا انزل قدامه، فهو بالنهايه انا ابوه، يعني هو الولد سر أبيه. لما أنا بشوف أبي قدامي هو عم يسبح وتعال وشوف، وهو أنت أمانه، تعال أنت بحمايتي، فهو رح يحب المي. أنا بدي أدور على الطريقة اللي حببه فيها لما أنا أعملها قدامه. أنا لما بدي إياه يقرأ بدي أقرأ قدامه، لما بدي إياه يسبح بدي يسبح. تماما، لما بدي إياه يسبح بدي أسبح قدامه لأنه أنا أمانه كويس. ومثل أي هواية، أنا اليوم مثلا هو عنده حابب الموسيقى، اليوم تسجيل الموسيقى هو امر كثير حلو، بيعطي يعني هيك بيعطي روحانيه حلوه كثير. يعني الشخص الموسيقي دائما الفنان كما بيسموها دائما في 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 له هيك
شخصية مختلفة كليا، يعني الموسيقى، الرياضة. اليوم هو حابب مثلا يعني بيحب كرة القدم، كثير مهم اني انا اسجله بنوادي كرة قدم. في نوادي للصغار بتلعب لعبات وبيقسموهم، لانه بنوادي كرة القدم ما بيعلموهم بس كرة القدم، بيعلموهم شو يعني شو يعني الربح والخسارة كويس، بيعلموهم شو يعني احترام الطرف الآخر، بيعلموهم شو يعني النظام وانضباط قانون اللعبة، روح الفريق. تماما، روح الفريق. فهي مو بس انت عم تعلمه الرياضة، انت عم تنميه كيف انك انت تحترم الخصم المنافس، شو يعني الروح الرياضيه، شو يعني تقبل الخساره والفوز، شو يعني انك انت تهني خصمك لما بيفوز عليك. فهي في كثير مبادئ بيتعلموها عن طريق الرياضه، ومثلها مثل باقي الشغلات كويس. فكثير مهم انه الناس اللي قادرين يسجلوا اولادهم بنوادي يسجلوهم بهوايات هي عن جد ممكن تضيف لهم. السباحه كثير اما كثير مهم، الرياضات كره القدم وكره السله ولا الريشه ولا كثير تفاصيل نحن ممكن نسجلهم فيها. الموسيقى امر كثير رائع، أمر كتير رائع. دورات الرسم هلأ للناس يعني الأطفال اللي هن حابين، فإنك تتنمي له هي الموهبة هي شغل كتير مهم، كتير ضروري إنه نحنا إذا قادرين نحن نهتم بأولادنا ولقينا في عندهم موهبة هن حابينها نحن لازم ندعمهم فيها. أمر كتير ضروري. أستاذ محمود الخالد، انبسطنا فيك كتير بهذا الصباح، وإن شاء الله يا رب يكون هذا الوعي موجود عند الأهل سلمى بشكل عام، والاهتمام ومشاركة الأطفال هذا الشيء اللي يمكن شوي عم نفتقده بعجقة الحياة وبهي السرعة والأعباء والظروف الصعبة. بدي أتشكرك كتير. شكرا لك محمود. شكرا لكم. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، وعن جد نتمنى نكون قدمنا شوية نصائح للناس تحضيراتهم لبداية هذا موسم الإجازة. أكيد.